ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ معاكم عمر من الموقع فارماكوجون. النهارده هكلمكم على MK677 لزياده نمو وكثافه الشعر. هكلمكم على دوره واستخدامه وهل يستحق ان انت تفكر انك تضيفه للروتين بتاعك، وهكلمك برضو على دور الاي جي اف 1 في دوره نمو الشعر والدراسات المبدئيه بتقول ايه حوالين الموضوع ده. طبعا لو انت عملت بحث بسيط في جوجل على MK677 فهيطلع لك مقالات كتيره من مواقع متعدده غالبا بتنتهي بالمقطع الصارم او هرمون او اين يكن، ودي صفحات كل همها ان هي تبيع منتجات الصارمز او الهرمونات او حتى البيبتايدز. طبعا في المقالات دي بيتكلم قد ايه ال MK677 رائع وكله فوائد من حيث حرق الدهون، من حيث زياده الكتله العضليه، من حيث زياده كثافه العظام، من حيث نمو الشعر، ومن حيث تحسين النوم. وبالنسبه للاعراض الجانبيه فهو معظمهم هيقولوا انه مفيش اعراض جانبيه. طبعا الكلام ده بعيد عن الصحه تماما، و MK677 مش بالضروره هيعمل لك حاجه من الفوائد دي. فتعال الاول نعرف ايه هو MK677 وليه بعض الناس كانت مهتمه بيه، وخاصه في اطار نمو الشعر. MK677 او المعروف باسم ابتامورين هو يعتبر من فئه الادويه الجي اتش سيكريتاجوج او المحفزه لافراز هرمون النمو. هو بيشتغل ان هو بيشبك في حاجه اسمها مستقبل الجريلين، وبالتالي بيحفز الغدة البيتوتري اللي هي المسؤولة عن افراز الجي اتش ان هي تزود النبضات او شدة النبضات بتاعتها، وبالتالي بيزود مستويات الجي اتش في السيروم، وكنتيجة لزيادة الجي اتش في مستويات الاي جي اف 1 برضو هتزداد. طبعا انت ممكن هنا تسألني ايه هو علاقة الاي جي اف 1 بزيادة نمو وكثافة الشعر. هقول لك ان الاي جي اف 1 هو واحد من الهرمونات الاساسية المهمة لإدخال الشعر في مرحلة الأنجين وتقليل إدخال الشعر في مرحلة الكاتاجين أو التلجين. وبرضه لو أنت متابع للقناة هنا من زمان فهتعرف إن واحد من التأثيرات السلبية للدي اتش تي على بصيلة الشعر إن هو بيقلل حاجة اسمها الأي جي اف 1، وبالتالي بيقلل عملية اسمها الأنجيوجينيسيس أو تخليق الأوعية الدموية الجديدة، وبالتالي على فترة زمنية طويلة فهتلاقي إن الشعر المتواجد في مرحلة الأنجين قل والشعر بيتواجد أكتر في مرحلة الكاتاجين والتلجين اللي معروفة باسم عملية الفوليكولار مينيتشرايزيشن أو تصغير البصيلة. وعشان كده أول خطوة الصلع الوراثي هي ان انت تقلل ال دي اتش تي اللي واحد من تاثيراته السلبيه ان هو بيقلل الاي جي اف 1، وبالتالي لما بتقلل الدي اتش تي فالاي جي اف 1 بيزداد. زي ما تقول كده هم ممكن يكونوا بيعكسوا بعض في بصيله الشعر، لو الدي اتش تي كتير فالاي جي اف 1 بيبقى قليل، لو الاي جي اف 1 كتير فالدي اتش تي بيبقى قليل، وهكذا. ممكن تقول ان هم بيبالانسوا او بيوازنوا بعض. في ناس كتيره بتقول لك بدل ما احاول ان انا اقلل الدي اتش تي طب ليه ما ازودش مستويات الاي جي اف 1 في السيروم، وبالتالي ده هيعود عليا بزياده نمو وكثافه الشعر. وطبعا لو انت جيت تشوف الداتا حوالين الناس عندهم مرض اسمه لارن سيندروم، وده بيكون عندهم انخفاض في مستويات الجروس هرمون والاي جي اف 1، فهتلاقي ان هم تبع نمط فقدان الشعر بتاعهم نمط مشابه للصلع الوراثي، وبيكون عندهم حاجه بيوصفوها في الدراسات بسبارس هير جروس. ولو جيت تشوف الكيس ريبورتس حوالين الناس اللي بتعاني من المرض ده فهم ما بيستجيبوش للعلاجات الاساسيه سواء الفينوستراد او المينوكسيديل، حتى المينوكسيديل 10% فهو بيكون نو كلينيكال ريسبونس من الادويه دي لعلاج الاشخاص دول. وحتى العلماء تفاجئوا من الموضوع ده، ما بيستجيبوش نهائي للادويه، ولما فحصوا مستويات الجي اتش او الاي جي اف 1 عندهم فلقوا ان هو منخفضه. ومن الدراسات المبدئيه دي ففي دكاتره كتير او ناس كتير قالت لو انت عندك مستوى مستويات الاي جي اف 1 عندك منخفضه فانت احتمال ان انت ما تستجيبش لادويه الصلع الوراثي اللي هي الفينوستراد او المينوكسيديل. بس الفكره هي ايه؟ الفكره ان ده الاشخاص اصلا كان عندهم نقص في الاي جي اف 1، فهل لو انت شخص عندك مستويات الاي جي اف 1 في المعدل الطبيعي هل ان انت تزودها اكتر هل ده هيزود نمو الشعر؟ في الحقيقه لا، مفيش دليل علمي ان انت لما تزود مستويات الاي جي اف 1 عن الحد الطبيعي ان ده هيؤدي الى نمو الشعر. طبعا في انكدوتال ريبورتس او تقارير موجود على الانترنت لناس بتستخدم الجروس هرمون او حتى البيبتايدز او حتى ام كي 677 ذات نفسه، وقالوا ان ام كي 677 ادى الى زياده سرعه نمو الشعر وكثافه الشعر وحسن لهم الاستجابه العلاجيه للادويه المصاحبه ليه. بس برضو لو جيت تدور فهتلاقي ان في ناس بتشتكي من زياده الشيدنج او تساقط الشعر نتيجه استخدام ام كي 677. فلو تعتمد على الانكدوتال ريبورتس ففي ده وفي ده. شخصيا انا جالي ناس كانوا بيستخدموا ام كي 677 وفعلا الدواء ده كان عامل معاهم نتيجه خرافيه من حيث نمو الشعر. في ناس كده معينه لما بيستخدموه فحرفيا اسرع دواء هتلاقي منه نتيجه هو ام كي 677. انا مش ببالغ ولا بحاول ان انا اروج له ولا اي حاجه، ده بالعكس ده انا بنصح ضده لان هو ريسيرش كيميكال، وانا ما بحبش ان انت تروح لمروجين الصارمز لان 50% من بضاعتهم بتكون مغشوشه اصلا. بس فعلا الدواء ده لو انت اشتريته اصلي اللي هو الام كي 677 وجربته ففي بعض الناس استجابتهم ليه بتكون روعه من حيث زياده سرعه نمو الشعر ومن حيث زياده كثافه الشعر ذات نفسها. يعني دي مثلا صوره لشخص النتيجه كانت معتمده تماما على ام كي 677 فقط، ان هو استخدم ام كي 677 في فتره البي سي تي واتفاجئت انا اصلا ان هو
حصل على النتيجه دي من حيث نمو الشعر. يعني انا لما كنت بقول له استخدم ام كي ما كنتش متوقع النتيجه دي اصلا. طبعا الاعراض الجانبيه من ام كي 677 بتتضمن ارتفاع في مستويات السكر في الدم، ممكن توصل ان انت يحصل لك سكر من النوع الثاني لو انت مش عارف تتحكم فيها كويس. غير كده ممكن يؤدي الى ارتفاع ضغط الدم، وده بسبب ان هو ممكن يعمل اديمه، الاديمه دي ممكن ترفع الضغط. برضه ام كي 677 ممكن يؤدي الى زياده الشهيه بصوره عاليه جدا، ده ممكن تحسبه اعراض جانبيه او فايده على حسب انت عايز ايه. يعني انت لو عايز تفضل ملتزم بدايت فاستخدام حاجه زي ام كي 677 فيخليك جعان على طول. وبرضه ان هو بيعمل زي كده نمنس او تنميل في الاطراف، وبعض الناس بتقول ان حصل لهم ليسرجي او تعب، فيعتبر اخطر واحد فيهم هو ارتفاع مستويات السكر في الدم. لو انت عارف ازاي تتعامل مع الموضوع ده وبرضه بتقيس مستويات السكر طول استخدامك فمش هتلاقي مشكله منه. بس في الحقيقه من حيث هل انا انصح بيه ولا لا، فانا بصراحه ما انصحش بام كي 677 لو انت شخص بتعاني من الصلع الوراثي في بدايتك، فالتزم بالعلاجات الاساسيه. يعني ام كي 677 ده زي ما تقول كده الخطوة 20 مش الخطوة واحد لو انت حتى عايز تفكر فيه. لو انت لسه في بداية الصلع فابتدي بالعلاجات الأساسية، شوف استجابتك ليها ايه، وبعد لو النتيجة كويسة فانت بتفضل مستمر عليها، لو النتيجة مش كويسة فانت وقتها بتشوف القرار الصح ليك، سواء ان انت تخطط للزراعة او ان انت تقوي في الروتين بتاعك. ولو انت استجابتك للأدوية صفر، اللي هو حرفيا صفر، فانت ممكن تفكر ان انت تفحص مستويات الجروث هرمون او الاي جي اف 1 بتاعتك، وتشوف الغدة البيتويتري شغالة عندك كويس ولا لا، لان ممكن يكون عندك نقص في مستويات الاي جي اف 1، ووقتها الدكتور اللي هيحدد لك هتستخدم ايه عشان تعالج الموضوع ده. يعني برضو حتى الدكتور مش هيقول لك روح استخدم ريسيرش كيميكال، لا، هو لو انت عندك نقص شديد في الاي جي اف 1 فهو غالبا هيكتب لك حقن الجروث هرمون كتعويض هرموني، انما مش برضه هيستخدم الام كي 677. فنصيحتي ليك لو انت عايز تستخدم ام كي 677 لنمو الشعر فيكون تحت مسؤوليتك الشخصيه، وحتى لو انت عايز تفكر تستخدمه فسيبه كحلول اخيره، ما تستخدموش في الاول او حتى تفكر فيه، انما من حيث هو شغال فهو شغال لبعض الناس، وانا شخصيا اكد الموضوع ده. بس كده اتمنى الفيديو يكون عاجبك، لو عندك استفسار سيبه تحت في الكومنتات، لو حابب تشارك المتابعه الالكترونيه هتلاقي اللينك في الديسكربشن. وبس كده اشوفكم في الفيديوهات الجايه.